وزير الشؤون الإسلامية السعودي يثير جدلاً واسعاً بين السعوديين بقرار مفاجئ يتخذه بشكل سريع. السعوديون يعترضون والمقطع ينتشر بسرعة. انتشر في الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو عبر شبكة تويتر في السعودية يظهر وزير الشؤون الإسلامية السعودي عبد اللطيف آل الشيخ يفصل موظفاً ويعين فتاة في مكانه. من هو رئيس؟ رئيس ابراهيم في الاعلام. رئيس ابراهيم، كم قال هذاك؟ انا هذا حاسب آل الشيخ قرر فصل رئيس قسم الاعلام في وزارة الشؤون الإسلامية من منصبه لكونه متخصصا في المحاسبة ونقله إلى قسم ضمن اختصاصه، وعين بدلا من شابة متخصصة في العلاقات العامة والإعلان. ماشي، تقدري تشيل الحمل ولا هوني؟ إن شاء الله بإذن الله. تقدري تقوم بالحمل؟ بإذن الله. ها؟ بإذن الله. توكل على الله. هو ادعمه. أستاذك طال عمرك. سم. إذا سمحت لي. تفضل. قرار الوزير، وإن كان مستنداً إلى توظيف كل من الشاب والفتاة بحسب اختصاصاتهما، لأن المقطع استفز السعوديين كثراً وأثار جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي. كثر اعتبروا أن ما فعله الوزير ليس صحيحاً، وأنه لا يمكن تنصيب شخص في موقع إداري مهم من دون التأكد من مستوى خبرته واستحقاقه للمنصب. آخرون رأوا أن مدير الإعلام المفصول من منصبه تعرض للظلم بعد هذا القرار، وبعضهم شجعه على الاعتراض قائلا أن قرار آل الشيخ كان متسرعاً.